عندي هنا كيس مكرونه سلقته، بنا بقى، فيونكا، حلزوني، صغننه، اي حاجه، مش هقول لك حاجه معينه. عندي فلفل رومي، خيار، جزر، زيتون اسود واخضر، وذره، والصوص بقى هو اساس كل ده. الصوص، الصوص عندي هنا ايه بقى؟ نص كوبايه مايونيز وكوبايه زبادي، زيتون وشبت، عصير ليمون وخل، فصين توم حلوين، وزعتر جاف، وشويه شطه اختياري، وشويه عسل ابيض، وملح وفلفل اسود. نقول تاني، يلا بينا. عندي هنا سلطه المكرونه بصوص الشبت، هو شبت هيبقى باين فيها، لكن هي سلطه مكرونه ساقعه خطيره حلوه، اكله مكرونه مغذيه جدا. بس سلطه عباره عن كيس مكرونه نسلقه، فلفل رومي، خيار، جزر، زيتون اسود واخضر، ذره، مايونيز، زبادي، زيت زيتون، وشبت، وعصير ليمون، وخل، وتوم، وزعتر، وشطه، وعسل، وملح، وفلفل اسود. اول حاجه ببدا فيها الوصفات دي، او ببدا بيها الوصفات دي، هي الدريسنج بتاعها او الصوص بتاعها، اللي هو ايه بقى؟ هنا مايونيز، علشان اقلبه كله الاول كويس جدا، وبعدين احط عليه المكونات. مش الاول احط المكونات وبعدين احط الدريسنج، لازم هقلبه في حاجه بره. فانا ليه؟ ما هي بوله واحده وخلاص، وليمون وشويه خل والعسل، ممكن احط مستردة برضو. تمام، ورشة الملح والفلفل الاسود. هتقولولي ازاي عسل مع كده؟ ده لازم. وشوية زيت زيتون. وعندي هنا بقى رشة بسيطة قوي من الشطة، وأقلب كده، وفصين توم، وعندي هنا الزعتر الجاف، وبقى عندي هنا بالويسك، واضرب كل ده. المايونيز مع الزبادي، زي ما بقولكم ممكن نحط مستردة كمان. لازم يبقى عندي الدريسنج، شايفين كل حاجة سايحة مع بعضها، مفيش حاجة لوحدها. بعدين بقى احط عندي المكرونة اهي، وعليها بقى الذرة والجزر. الجزر ممكن يتبشر على فكرة برضو، والشبت، ما بنحبش الشبت نشيل الشبت، وخيار، والفلفل، والزيتون. بس كده، شكرا. السلطات دي بتحلى لما بتقعد في التلاجة، السلطات دي بتحلى لما بتقعد في التلاجة. وأقلبها بقى اهي، تنغنغ كده وتاخد من بعضها، ونلاقي ان الدريسنج كده، بصوا. بس لو حطيتها في التلاجة لازم اغطيها بستريتش راب، علشان الدريسنج بتاعها ما ينشفش، لان هو اساسها. خلوا بالكو، اساس السلطة الدريسنج، فعلشان ما ينشفش معايا مهم جدا ان انا اغطيها. بصوا شكلها خطير ازاي، هتعجبكم قوي. طيب انا خلصت كده السلطة، هجيب طبق وهقدمها. سروق مكاني رشة الشطة، حطيتها بسيطة جدا. النهارده التارجت ان احنا نعمل، والله هو التارجت بتاعنا كل يوم ان احنا نعمل الاكل بسرعه، بس النهارده التارجت ان احنا نعمل الاكل بسرعه، واكل يرضيهم، ويكون حاجه كده سندوتشات زي ما هم بيحبوها وبيستسهلوها. نجيب طبق ونقدم. محتاره اروح فين اجيب انهي، ده هيبقى صغنن، نجيب ده الكبير.
يلا بس كده. شكرا. الله بصوا لونها عامل ازاي، خطير. رشه كده من، والله مش محتاجه اي حاجه، في نعناع، هي مش محتاجه حاجه بس اهو، وخلاص وخلصنا السلطه بتاعتنا.